بادئ ذي بدء، ثمة موت وخرق للأمن حيث تباح بغداد بقتل أهلها. هنا يبدأ رئيس الوزراء حديثه مقرا بما جرى أنه خلل يجب الإسراع في علاجه، وليس مجرد حديث عابر في اجتماع أمني عاجل، بل على وجه السرعة حقق الكاظمي القول إلى فعل علاج للخلل أو درءا لتكرار الفاجعة وترتيب الأوراق من جديد. قرارات على كل هرم الأمن في العاصمة وحالة استنفار يرجوها الشعب العراقي. القرارات بالجملة في رسالة مفادها أن الجميع تحت ضائرة مسؤولية أرواح العراقيين. إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات. إقالة عبد الكريم فاضل أبو علي البصري من مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتعيين النائب يوسف الكلابي بمنصب معاون رئيس جهاز الأمن الوطني. نقل قائد عملية بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعملية بغداد. إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية. إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه. تصريحات مباشرة من الكاظمي بحديث واضح وتخطيط إلى نهج جديد لإنتاج قادة أكفاء، وبدعوة مباشرة من الكاظمي أن العراق دولة واحدة لا مكان فيها للمجاملة على حساب العراق والعراقيين.